صدر عن حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى ال خليفه ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم بقانون رقم 31 لسنه 2022 بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم 6 لسنه 1991 بانشاء صندوق التقاعد لضباط وافراد قوه دفاع البحرين والامن العام البحرينيين وغير البحرينيين والمرسوم بقانون رقم 47 لسنه 2010 ب بشان اداره واختصاصات صندوق التقاعد لضباط وافراد قوه دفاع البحرين والامن العام البحرينيين وغير البحرينيين المنشا بموجب المرسوم بقانون رقم 6 لسنه 1991